بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الليلة دي زي ما عرفته بعنوان بكرة تشوف. في ناس اعتبرت العنوان ده مستفز، يعني كأننا بنتوعد الناس، وفي ناس اعتبرته أمل، يعني حاجة كويسة بكرة تشوف. والحقيقة هو يحتمل المعنيين، لأن الفكرة اللي عاوزين نركز عليها النهاردة إنه في تربية أولادنا بالذات إحنا نقدر نعرف اللي هيحصل بكرة، ولو بشكل يعني مش تنبؤ إنما توقع، لأنه اللي أنا بزرعه النهاردة هلاقيه بكرة. يمكن أكتر ناس فهموا الكلام ده للأسف اللي بعد سنين طويلة بيقولوا يا ريتنا عملنا كذا أو كذا مع أولادنا. دول اللي يفهموا يعني إيه بكرة تشوف دي، لأنه ممكن يلاقي ابنه بعيد عنكم مثلا دخل في سكة إدمان أو انحراف زيادة، فيقول أكيد أنا لو من 10 سنين أو من 15 سنة كنت اديته حب أكتر، كنت وديته وقت أطول، كنت ركزت معاه أكتر، كنت عطلته عن أصدقاء السوء، ما كانش حصل له اللي حصل. وطبعا ممكن واحد تاني يشوف أولاده ناجحين جدا ومراكز حلوة وخدام زي الفل، فبرضه يفتكر انه لما كانوا اطفال شوية التعب اللي تعبوا عشان يدخلهم مدارس الاحد ويحطوهم في الكنيسة ويعملهم شمامسة ويبقوا عاوزين ما يكسلوا، هو يصر يحس انه يعني يبتسم كده ويحس انه كويس انه تعب، لانه لولا التعب ده ما كانش شاف اولاده في المستوى ده. فده موضوعنا ببساطة، ازاي الواحد النهاردة اللي بيعمله مع اولاده هيشوف نتيجته بكرة، إن كان نتيجة حلوة أو نتيجة مش حلوة. اللي بيزرعه الإنسان في أولاده هو اللي هيشوفه. أشغلكم معايا الأول بنص قاله معلمنا بولس الرسول كخادم، وينفع على أي خدمة، لكن احنا هناخد المرة دي على التربية. في كورنثوس الأولى 3 كان في الأزمة بتاعت بولس وأبولس وحكاية الأحزاب دي، وفي ناس ماشية كده وفي ناس ماشية مع الفريق ده، وقال لهم انتوا بتفكروا بطريقة غلط. وبعدين قال لهم بصوا افهموا الخدمة صح، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. يعني قال أنا شغلتي زي البنا، في أساس اتحط وبعدين بنبني فوق منه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني ما كل عامل بيبني، البنائين دول ممكن واحد يبني بذمة واحد ما يبنيش بذمة، وإيه نوع المادة اللي بتبني بيها كمان. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. يعني هو مش بيناقش دلوقتي الأساس الأساسي اللي هو حجر الزاوية اللي هو ربنا يسوع أو الإيمان نفسه، لكن يا ترى فوق العقيدة دي أو الإيمان ده شكل الحياة إيه. يقول لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يبقى ربنا يسوع ده حجر الزاوية أو ده الأساس، ولكن فوق هذا الأساس يعني كلنا لنا عقيدة أرثوذكسية واحدة، إيمان بالمسيح له المجد مخلصنا وربنا. طيب فوق الأساس ده، الحقيقة مش كلنا زي بعض، إن كانت العقيدة واحدة والإيمان واحد الأساس واحد، إنما في فرق بين واحد وواحد في الحياة الروحية. احنا بقى هناخد الكلام ده على التربية. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، يبقى النوع البنى ده في واحد بيبني ذهب، في واحد بيبني فضة وحجارة كريمة، في واحد بيبني خشب، في واحد بيبني قش أو عشب. عمل كل واحد سيصير ظاهرا، يعني بعد شوية نتيجة العمل هتبان كان ده عمل يعني جميل ولا مش جميل، لأن اليوم سيبينه. اليوم دايما إشارة لليوم الأخير، وأحيانا يكون إشارة إلى الأيام الصعبة، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. يعني تصور واحد عامل كده يعني مبنى أو شكل كده تمثال من الذهب، ده لو دخل النار محصلوش حاجة، يطلع بيبرق أكتر. حجارة كريمة نفس الكلام،
إنما لو عمل مكات كده من الخشب ولا القش يدخل النار ما يطلعش. فبيقول لما يدخل النار ويطلع ده هياخد أجرة، لكن لو دخل النار ومطلعش إن احترق عمل أحد فسيخسر. كلام منطقي. يبقى نوع البنى أو نوع التعب اللي تعبه الشخص ده هتيجي نار تمتحنه، هل التعب ده كما يجب؟ هل التعب ده هيستمر؟ الكلام ده بقى إن كان بيتقال على الخدمة، لأن هنا بولس كان بيتكلم على الخدمة، عاوزين نقوله عن التربية. لأن الحقيقة في ناس بتربي ذهب تربية ذهب، وفي ناس بتربي تربية حجارة كريمة، وفي ناس كتيرة بتربي تربية قش، تربية عشب، تربية خشب. فواضح إن في درجات من التربية المسيحية، وكل دول أساسهم واحد، يعني كلهم مسيحيين، كلهم استلموا أطفالهم أنقياء. الحقيقة أي طفل اتولد ما كانش لسه ملوث، يعني غير بس شايل خطية آدم وفي المعمودية بقى يعني مقدس. طب خدته من المعمودية، كلنا خدنا عيالنا من المعمودية مقدسين، عملنا فيهم إيه بقى؟ في واحد خد طفله ده وكبر بيه وطلع منه قديس فعلا، تربية ذهب. وفي واحد خد طفله اللي طلع مقدس من جن المعمودية واشتغل عليه شغل قش كده، شغل خشب، فلما جت أيام صعبة جت نار امتحنت هذه التربية، للأسف احترق العمل. يعني أنا هتصور هنا أن النار دي هي الأيام الصعبة أو التحديات الصعبة، لما ابنك يسافر لوحده وهو 18 سنة في بلد بعيدة، يمكن بلد أجنبية أو بلد بعيد عن بلده، ويبقى حواليه أصدقاء سوء أو مغريات وشهوات، يا ترى هيعرف يقول لأ للغلط ولا لأ؟ عارف الكلام ده، الموقف ده اللي هو 18 سنة ده بيتحدد هو سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. لو أنت بتبني ذهب من زمان هيبقى زي يوسف اللي في الموقف ده يقول لأ وما يقعش، لكن لو بتبني قش لا هيقع. فدي فكرة بكرة تشوف يعني ايه، يعني الطفل بيبقى بيلعب قصادنا ومش مركزين معاه، ومحدش فينا متصور ان الطفل ده هيجيله يوم بعد سنين طويلة قوي يتعرض الى تحديات، وهتعتمد على نوع العمل اللي انت عملته معاه، نوع الخدمة اللي خدمته، نوع التربية اللي جهزته بيها لاستقبال هذه النيران اللي جاي عليه. في واحد مثلا يجيله تحديات مادية في وقت، وبعدين يتعرض عليه رشوة ضخمة جدا ومغرية جدا، أهو الموقف ده وهو 30 سنة في شغله وبيتعرض عليه حاجة حرام، حاجة غلط، وموقف صعب ومغري وحواليه ناس كتيرة بتغلط، عشان يقول لأ الموقف زي كده تعتمد على السنوات الأولى في التربية. لو متربي تربية ذهب مش هيفكر لحظة يفاصل، هيقول لأ بمنتهى القوة. فبكرة تشوف، معنى ايه؟ بكرة هتشوف ايه اللي انت عملته في ولادك بالظبط، يا ترى انت عملت فيهم حاجة ولا لا. بالمناسبة هنا بيقولوا في علم النفس انه اهم سنين هي اول 10 سنين، وبيقولوا كمان اهم 5 هم الخمسة الاولانيين. وعشان كده كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان التأثير اكبر ومدى اطول. تلاحظوا ام موسى مثلا ما خدتش موسى يعني في حجرها إلا 3 4 سنين، إنما إزاي عملت هذا التأثير المستمر الطويل؟ حاجة عجيبة. بس واضح إنها كم سنة اللي قعدهم موسى في حجرها ده ما كانتش بتبطل تقول اسم إله يعقوب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تفضل تقول تنادي على ربنا، كانت بتصلي على طول غالبا، فانطبع اسم ربنا جواه وانطبعت التقوى جواه، وبقى جاله اليوم اللي يشوف ربنا بعينيه. أحط قدامكم تاني التعبيرات اللي قالها بولس الرسول، قالت ذهب، فضة، حجارة كريمة، خشب، عشب، قش. والمفروض الواحد زي اللي بياخد نمرة كده بيدي لنفسه نمرة في تربية ولاده، تاخد كام من دول؟ إذا اعتبرنا مثلا وحطت الذهب هنا أغلى من الحجارة الكريمة، إنما يعني هنعتبر الذهب ده 10 من 10، طب الفضة 8، الحجارة الكريمة 7، الخشب يبقى 5، دخلنا في العشب والقش ده احنا كده ايه 3 و2. ايه نوع التربية اللي انت ربيت بيها اولادك؟
قاعدة تاني يقولها معلمنا بولس في غلاطي 6: لا تضل، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. دي قاعدة تمشي معانا في الموضوع ده، اللي أنت بتزرعه النهاردة هتحصده. مش ممكن تكون بتزرع نوع ويطلع لك شجرة من نوع تاني، فاللي أنت بتعمله بتلاقيه، بالذات في التربية. إن كان ده ممكن نقول في الأشغال، مش دايما يعني، ممكن واحد يقول أنا تعبت في شغلي بس ما قدرونيش، يجوز. في المذاكرة أحيانا واحد يذاكر وبعدين إيه تقديره ما يكونش على قد تعبه أوي. الحياة في التربية لا، تعبك في التربية هتلاقي له مقابل لازم، وعلى قد تعبك وعلى قد زرعك. كورنثوس الثانية يقولها بطريقة تانية معلمنا بولس، يقول من يزرع بالشح بالشح أيضا يحصد. الشح يعني إيه؟ بيقطر كده. برضه أنا واخد كل الكلام مش عن الخدمة دلوقتي ولا العطاء، باخده على التربية. ومن يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد. أم مثلا اهتمت إنها تقعد مع أولادها من صغرهم كل يوم نص ساعة تحكي لهم حكايات من الإنجيل، وتحفر في قلبهم الفضيلة، الصدق، الأمانة، حب الناس، حب العطاء، حب الصلاة، وهم أطفال من سنتين وأقل، واهتمت جدا، ودي أهم عندها من الأكل والشرب واللبس والحاجات دي، هتقعد طبعا. ما يزرعه الإنسان بالبركات يحصد، إذا كان بيزرع بالبركات. وفي واحدة بالعافية تقول لهم صلوا قبل ما تناموا، ماشي، هيقولوا أبانا الذي، عشان ضميرهم يرتاح، كويس، بس مش كويس كفاية، مش كفاية، لأن التحديات اللي هيشوفوها، لا عاوز أكتر من كده. هنحط شوية مبادئ تورينا يعني إيه واحد زرع في ولاده بالبركات، أو واحد بنى بتعبير بولس الرسول ذهب، ربى ولاده تربية ذهب. أول مبدأ التركيز في التربية. غلطة البيوت كلها دلوقتي في اعتقادي إن إحنا مش مركزين في تربية عيال. مش مركزين يعني إيه؟ حاجات كتيرة مشتتانة واخد عقلنا قبل حكاية أركز ولادي بيعملوا إيه وهيطلعوا شكلهم إيه. مثلا التشتيت في المشاكل الزوجية، الشد والجذب بين الأب والأم كتير، ده بيجي على حساب تركيزهم في تربية ولادهم. تصوروا أب وأم ما بيفوتش يوم غير يشدوا مع بعض. طب ما الأم دي منهكة في إنها ترد على الراجل وإنها تركز، هتقول له إيه وهو كمان داخل غضبان يزعق. العيال تغلط ما تغلطش بقى أصبحت حاجة ثانوية، صلوا ولا ما صلوش ما بقاش بقى أولوية، ما احنا مش فاضيين ورانا خناقة. فهنا التشتيت في المشاكل الزوجية وما أكثرها للأسف بيجي على حساب التربية. وعشان كده البيوت اللي فيها صراعات مستمرة غالبا الأولاد طالعين يعني مش هقدر أقول ذهب، يعني في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة، لأنه يا إما نفسيتهم مضطربة شوية يا إما مركزوش في تربيتهم الروحية. احذر كمان من التشتيت في الأطماع المادية. ممكن ما يكونش الخناقات بين الزوجين هي اللي جاي على حساب التركيز في التربية، ده ممكن يكون أن الأب مثلا الفلوس فارقة معاه جدا، أو الأم. النهاردة في أمهات بترجع 8 بالليل من أشغالها زيها زي الراجل بالظبط، مش مهم عندها طفل سنتين ولا سنة، تسيبه في الحضانة شوية وعند مامتها شوية، والشغل شغل شغل، وفي فلوس وفي خير بس الشغل واخد عقلها. وبعدين نقول لها بالراحة شوية، ما مش قادرة تفرمل، ليه طموحات ومركز وصراعات في الشغل، ويعني كل الطاقة راحت في الشغل، وتيجي البيت طبعا تزعق في الطفل ده، هي فايقة له بقى، هيقعد يعيط ويلعب ويكسر حاجة في البيت. طبعا التشتيت في التركيز المادي ده بيجي على حساب التربية. مفروض التربية هي رسالة الأم الأولى، فمهما كان ليها طموحات من حقها تطمح، مش تطمع، تطمح ويبقى ليها نجاح في المجتمع، بس مش على حساب ولادها أبدا. طبعا ممكن الأب كمان يكون كده، يسافر كتير قوي ويعمل فلوس وفي البيت يقعد يعمل تليفونات وما بيركزش مع ولاده أبدا. ليه؟ الحكاية كلها فلوس أو شغل. وبعدين لما تكلمه يقول لك ما احنا لازم نجهز لهم مش عارف ايه وبتاع. انت ما زرعتش ذهب، انت ما بنيتش ذهب،
وما زرعتش بالبركات، زرعت بالشح. كانوا بيشوفوك بالشح، كنت بتديهم ايه؟ بالدقيقة. وانت كأم كان ممكن بتزرعي بالشح، يعني كانوا بياخدوا منك ايه؟ فين لما تضحكي في وش الطفل، عاوزاهم يطلعوا ايه شكلهم. كمان احذر من التشتيت في التطرفات الدراسية. عندنا مأساة مصرية كده، انه ممكن الأمهات يركزوا جدا في حكاية المذاكرة، وأحيانا الأبهات، بس تلاقي كل الأمهات يعني صوتهم عالي ويتخانقوا ويزعقوا عشان موضوع المذاكرة. طب وبعدين هي يعني الطفل ده حصالة هنحط فيها معلومات؟ ليه يعني كل الخناق على المذاكرة؟ طب ليه ما بنهتمش إن احنا نعمل ربع المجهود ده بس في إنه يحفظ المزامير ولا يحفظ الإنجيل؟ لكن تلاحظوا إنه في تطرف في الاهتمام بالتفوق الدراسي. التفوق حاجة حلوة، لكن الاهتمام الزائد بيجي على حساب حاجات تانية. افرض الطفل ده طلع متفوق في الدراسة بس ما يعرفش ربنا، ما عندوش مبادئ قوية، طب ده مش هيمنعه انه ينحرف في وقت. ممكن تيجي فجأة تلاقيه ساب كل حاجة، وكل اللي زرعته ده اتحرق لأنه كان خشب وقش. كان شكله حلو اه من بره، بس خشب مش ذهب. ليه؟ لأنه ما كانش فيه تربية روحية، كان فيه تربية علمية. في ناس عاوزين أولادهم أوائل على طول، طب ما تخليه أول في المدرسة، في الكنيسة، ما تخليه أول في الألحان وأول في المزامير وأول، ليه ما تحطش في قلبه طموح القداسة وطموح الحاجات التانية؟ احذر كمان من التشتيت في مجالات ثانوية. برضو موضة جديدة بنشوفها، انه بعض الامهات والابهات بيبقوا عاوزين اولادهم يتميزوا في كل شيء، العاب رياضيه ومش عارف رسم ايه، وبعدين نشاط ايه في المدرسه، وبعدين ايه كويس، كل ده كويس، بس فين ربنا في القصه دي؟ تلاقوه على الهامش خالص، وتلاقيه عنده تدريب في النادي فما عندوش وقت المدرسه الاحد، عنده ماتش مش عارف ايه فما عندوش وقت يقعد مع الانجيل. وبعد سنين تلاقي خشب قش، ايه اللي انت بنيته؟ يجي اليوم يحترق هذا العمل، يقول انا احترق عمل احد فسيخسر، مع ان شكل التربية شكلها حلو، بس شكلها حلو بس خشب، ما كانش تربية ذهب، ما كانش فيه اساس روحي كفاية. عشان نقول تركيز في التربية، عشان تشوف، احنا بنقول بكرة تشوف، عاوز تشوف ولادك احلى ما يمكن زي ما ربنا يتمناهم، ركز. واحد في الوقت، الوقت اللي بنقضيه مع أولادنا بيفرق جدا في مستقبله. الدقايق اللي بتحكي فيها مع أولادك وانت هادي بتأثر على تكوينهم النفسي والروحي جدا. وطبعا الوقت ده quality time، يعني نوعية الوقت، ما ممكن واحد يبقى قاعد في بيته وزي قلته، أو قاعد مع أولاده بس بيزعق طول الوقت، أو قاعد مع أولاده فتح التلفزيون. لا، نوعية الوقت معناه، أو الوقت النوعي معناه، أنك أنت الوقت اللي بتقضيه مع أولادك وقت مثمر، بتقول لهم فايدة روحية، بتقول لهم معنى عميق، بتقول لهم خبرة شخصية، بتقول لهم، بتسمعهم وهم بيحكوا، بتعمل كده تنقية للأفكار الغريبة اللي بيسمعوها من هنا ومن هنا، بيطلعوا اللي جواهم، بتأمن نفسيتهم، حاجات كتيرة قوي يعملها الوقت، مجرد الوقت. والوقت ده من ساعة ما كان الطفل طفل صغير، لكن هيفضل محتاج وقت. والشاب الكبير، ابنك الشاب ده أو بنتك أو بنتك اللي بقت في ثانوي أو جامعة، ما زالت محتاجة وقت، ما زال محتاج حكاوي. التركيز كمان يدخل فيه عنصر التحليل أو العمق. يعني أقصد إيه؟ حاول تحلل تصرف ابنك. هو ليه عصبي؟ هو ليه مش بيسمع الكلام؟ هي ليه بتحط ميك اب جامد كده؟ يعني هي ليه قلقانة دايما من صاحبتها دي؟ حاولي وحاول تحلل تصرفات اولادك. ده التركيز، ده التربية الذهب، ان الواحد اي ظاهرة بتحصل في اولاده يقعد كده بعمق يستقرئها. هي ليه بيحصل كده؟ ايه اللي حصل جديد؟ يقوم يلحق بسرعة ينقذ ما يمكن انقاذه. كمان التركيز في الحوار، واحنا للأسف مش بنعرف نتحاور مع أولادنا كويس. أغلبنا بيتكلم يا إما أوامر يا إما تحقيق، والاتنين أسوأ من بعض. لغة الأوامر مرفوضة عند الشباب والأولاد، ما يحبوهاش،
والتحقيق يعني ان انا اقرره عملت ايه بالطريقة يعني كأنه غلطان على طول الخط، برضو ما يحبوهاش. هم يحبوا حكاوي، يحبوا يصاحبونا، اولادنا يتمنوا نبقى اصحابهم، والصحوبة هي بتيجي عن طريق الحوار المستمر. لو الواحد ركز في انه يصادق اولاده، دي تربية ذهب. دي بقى لو جه اليوم اللي فيه النار اللي قال عليه بولس الرسول، العمل ده ما يتحرقش. يعني التربية دي أصيلة، حصل لهمش حاجة، وتفاجأ إن ابنك ممكن يتصرف أحسن منك في يوم من الأيام، أو يخرج منه مبادئ جميلة أوي تقول له أنا عمري ما قلت له المبدأ ده، جابه منين؟ ده اتزرع فيه بتلقائية كده، من القدوة، من الوقت، من الحوار. والحوار كمان مهم جدا يكون بينك وبين ابنك، وبينك وبين مراتك قدام ابنك، لأنه مش بس الحوار المباشر بين الأب والأم والأولاد، لا، بين الأب والأم قدام الأولاد. مستوى الحوار ده بينعكس عليهم، لأن في الحوار بيفهموا يعني في احترام متبادل، في تفاهم، في استماع، في تركيز في الكلام، في ترتيب للأفكار، في ضحك، وفي فرفشة، في حب، في حنان. كل ده بيتنقل للطفل، يطلع عنده إقبال كده على الحياة، يحب ربنا، يحب الناس، يحب كل حاجة حلوة. التركيز كمان في دراسة كل موضوع، يعني إيه كل مرحلة، كام أب وكام أم في مرحلة معينة يحاولوا يفهموا المرحلة دي بيحصل فيها إيه، يدرسوا. كام أب وكام أم بيستفسروا عن إيه اللي بيحصل في مدارس أولادهم بدقة، ومش بطريقة التحقيق، بيبقى عاوز يطمن بيحصل له إيه في الفسحة، بيحصل إيه بينه وبين أصحابه، بيتكلموا في إيه. الكلام ده كله في فرق بين أب وأم مركزين تربية ذهب، وبين أب وأم مش مركزين، وتلاقي ممكن الطفل يبتدي بقى يدخل حاجات غلط ومحدش داريان. لما نقول عاوزين تربية ذهب عشان بكرة تشوف أولادك أحسن ما يمكن، في مبدأ تاني بيسموه ساعات نزع الشوائب، وده له مفهوم كتابي جميل في تيموساوس الثانية 2، يقول إن طهر أحد نفسه من هذه كان يقصد الشوائب، يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد. يعني إيه؟ كان بيتكلم عن أواني للكرامة وأواني للهوان. يقول في بيت كبير مش كل الأواني غالية، لما تدخل بيت كبير قصر تلاقي فيه فازات غالية قوي، وفيه كمان قلل كده في حتت يعني ملهاش تمن. فأنت ممكن تطلع من ولادك حاجة غالية قوي، تقدر تحوله من حاجة قليلة القيمة إلى حاجة كثيرة القيمة، بتعبير انطهر أحد نفسه. تبتدي تعمل دي مع نفسك، طبعا تعملها مع أولادك. أنت إنسان طيب بس لسه جواك غضب، طب ما تشيله تبقى أجمل كتير. أنت إنسان خدوم بس فيك عيب الإدانة، بتتكلم كتير عن الناس، ما تشيل العيب ده. انت انسانة كريمة لكن بتسيء الظن بالناس، طب ما نشيل حتة سوء الظن عشان تفضلي كريمة بس. انت انسان بتحب ربنا لكن مش بتصلي، مهمل في صلاتك، طب الاهمال ده ما يتشال، تعال نطهر نفسنا فنبقى اواني للكرامة. نفس الكلام مع اولادنا، ابنك اكيد مليان صفات حلوة بس في صفة مش عاجباك، ليه ما تشيلهاش؟ ليه ما تقومش الصفة الوحشة بدري عشان يبقى نار، يعني يبقى ذهب مصفى بالنار، يقعد كده يبقى غالي. تعبير تاني يقوله في أمثال 25، سليمان الحكيم يقول أزل الذغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. طلع الشوائب من الفضة تطلع حاجة كده إيه عليها القيمة. إذا في شوية شوائب أو زغل أو قصدير أو حاجات كده عاوزين نطلعها من حياة ولادنا. ما تقولش انا ابني كويس وتغمض عينك عن حته وحشه، طب ما تشيل حته وحشه، ما تفضل وراه لغايه ما تساعده يخلص منها. اعمل ده في نفسك بالتوبه المستمره، واعمل ده مع اولادك بدري على قد ما تقدر، كل ما كان بدري كل ما كان اسهل. انما ما تستسلمش، لانه احنا بنقول تربيه الذهب هي اللي هتحتمل اليوم الصعب بتاع النار. يجي واحد يقول طب ارصد الشوائب ازاي اعرف عيوب اولادي بعد ما اشوفهم على كبر فيهم عيب
كان ممكن تعالجه بدري. أول حاجة الأفكار الغريبة، حاول بسرعة تلقط أي فكرة غريبة تدخل على أولادك. النهاردة في الزمن ده الأولاد من سن ابتدائي بيدخلوا على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى حاجات ما تعودناش عليها، وممكن تفاجأ إن طفل في ثالثة ابتدائي لقط فكرة غريبة مقتنع بيها ويمكن بيتكلم فيها مع أصحابه، وأنت مش مصدق الفكرة دي، وأفكار غريبة جدا. يعني ممكن يتغرس فيه فكرة إنه الشاطر اللي يسرق من غير ما يتقفش، حاجة يعني تتصورش أبدا إنها تطلع في ولادك، بس ممكن من التلفزيون والأفلام والنت والكلام ده تتزرع الفكرة دي. هل أنت كأب وأم رصدت بسرعة إن في أفكار غريبة داخلة ولا لأ؟ زي الموضة، ما كل شوية بتطلع لنا موضة في اللبس وفي الزينة وفي اللون وفي الموضة دي كلها أفكار غريبة بتدخل على أولادنا. طب أنت مراقب عشان ترصد الشوائب بسرعة، ولا فين لما تتزرع بقى الحاجة الغلط وتبتدي تحاول تشيلها ما تعرفش؟ في رصد الشوائب كمان ارصد الكلام الغريب مش بس الأفكار الغريبة. ممكن تلاقي ابنك قال لفظ كده انتم ما بتقولهوش في البيت، ما تفوتهاش وما تضحكش، قول له يا ابني الكلمة دي مش بنقولها، الكلمة دي مش حلوة، لا تليق. فمجرد تعبير أو لفظ أو نكتة حاسب، اسمع واضحك في حاجات كتير، لكن في حاجات ايه ما تعديهاش، تعلق وتعمل كده نوع من الفلترة فلتريشن، لا دي بلاش، دي مش حلو، دي مش مناسبة لأولاد ربنا. طبعا ده مش ممكن يحصل لو انت ما بتقعدش معاهم وتحكي وتسمعهم وتقضي وقت، مش هيحصل. او لو كل الوقت ذاكر ذاكر وزعيق وخد وشد وجذب، خلاص في عالم تاني انت مش عارفه خالص. فرصد الشوائب كمان ارصد الطباع الجديدة، ممكن يتكون طبع جديد في الطفل او في الشاب، يتكون، ما الطباع بتتكون، عادة جديدة لو ما رصدتهاش بدري تتعب قوي تشيلها بعد سنين. الطباع زي مثلا طبع انه ينقاد ورا الاصحاب، ده بيبان في المراحل الاولى من التعليم. طب انت تسكت ليه لما تلاقيه ماشي ورا كل واحد كده زي ما يمشيه؟ ما تبتدي تقعد تقف كده واقفة وتقول له استنى، هو كل حاجة يقولها صاحبك تعمل زيها ليه؟ في حاجات بيقولها مش صح، لأنه بينبهر زيادة وعنده نوع من صغر النفس، تلاقيه ينقاد، لا حاسب ده لو فضل منقاد على طول ده يضيع بكرة، ده يقع في الإدمان بكرة. إذا أنت بترصد الطباع الجديدة اللي داخل على أولادك. ترصد التنازلات، أحيانا يحصل تنازلات، بمعنى إيه؟ أنت معود ولادك على حاجة كويسة ابتدوا يتنازلوا، كانوا مثلا متعودين كل أسبوع لازم قداس، أول ما تلاقي الحتة دي بتقع لا ما تسكتش، تقف وتاخد موقف بالراحة بالتفاهم بالحوار، لكن ما تسيبش التنازل ده، لأنك لو سبته شويتين خلاص مش هيروحوا القداس تاني. كنتم متعودين تقروا الإنجيل كل يوم، جه أسبوع كده كان في لخبطة، كان حد تعبان مش عارف إيه، حاسب يكون بداية تنازلات ويروح منكم الحتة الحلوة دي قراية الإنجيل كل يوم. فإذا الرصد يعني أنت عينيك في راسك والتربية شغلاك ومش عاوز حاجة غريبة حاجة غلط تدخل، وأول ما تدخل عاوز تحرقها بسرعة عشان تفضل الحكاية دهب. نزع الشوائب على فكرة محتاج نوع من الإرادة. ساعات احنا زي ما قلنا في الأول مع المشغولية والإرهاق ما نركزش زيادة، خلاص بكرة يتصلح لوحده، الخامة طيبة هو هيمشي كويس، طب مامته تركز، ونقعد نرمي على بعض بقى، الأب يقول ماما مامته تركز، والأم تقول هو هيبص على أبوه يتعلم منه، وهو لا بيبص على أبوه ولا الأم بتقول حاجة، وتلاقوا الحكاية بتتدهور. برضو نزع الشوائب يحتاج إلى حوار، ناقشه في الحاجة الغلط، ناقشه. أنت دلوقتي لما غشيت في الامتحان، طب ما هو ده معناه إنك هيجي اليوم اللي حد هيغشك، عارف يغشك يعني هياخد منك حاجة من وراك، هتقبل حد يغشك ياخد حاجة من وراك؟ دي حاجة صعبة أوي. بعدين ربنا ما يحبش الغش، الغش ده ظلمة، ظلمة دي يعني شيطان، عاوز تمشي مع الشيطان ولا مع ربنا؟ لما تتكلم وتتحاور، وكل مرحلة في العمر ليها كلامها، لكن ده بيقنع اللي قصادك الطفل أو الشاب
لا مش هغلط الغلطة دي تاني، تقوم كده نزعت الحاجة الغريبة بسرعة. القدوة طبعا لما تلاقي عيب أو فكرة أو كلمة داخلة غلط، اوعى تكون دي فيك. ما هو لو انت اللي اللفظة بتطلع منك، لا يمكن هتمنع أولادك يقولوا كلمة انت بتقولها. لو الطبع ده، لو هو كسول وحضرتك كسول، يبقى مش ممكن يعني تعلمه النشاط. لا، لازم تتعلم انت الأول النشاط. لو انت عصبي بتقول له وطي صوتك، وطي صوتك ازاي اذا كنت انت بتقول وطي صوتك وصوتك عالي؟ ما تنفعش. لازم انت تبقى هادي عشان لما تلومه او تقول له وليه الصوت العالي ده، يبقى كلامك مقنع، ما يقدرش يعني يجادل معاك. فالقدوة هنا أساسية. في نزع الشوائب كمان في اتفاقات لازم توصل مع أولادك من سن أطفال صغير إلى نوع من الاتفاق. حتة الاتفاق بين الكبير والصغير بتدي ثقة بالنفس للصغير. أنا اتفقت مع ماما على كذا، فما أقدرش أعمل كده لأني وعدت بابا بكذا، ولو ما حصلش كده في العقاب ده، ولو حصل الحاجة الحلوة في الثواب ده، المكافأة دي. حتة الاتفاقات بتدي نوع من الشخصية عند الطفل وعند الشاب، وتدي له إحساس بأنه هو مسؤول عن نفسه. دي حاجات مهمة جدا، لأن بدون اتفاقات يفضل معتبر أن المسؤولية مسؤولية حد تاني، فيغلط وبابا يصلح، يغلط وماما تشيل. في نزع الشوائب كمان لازم يحصل نوع من المتابعة. لو لقيت في بداية خلل في حتة، لازم الواحد يتابع، مش مرة اتكلم وخلاص. لا، انت مرة اتكلمت بس، ما لازم تركز وتتابع، لان ممكن ما يتعلمش من مرة، مش كفاية مرة، وممكن يمشي يومين ويقع في التالت. فتابع عملية رصد ونزع الشوائب الدخيلة دي. اوعى كمان تخاف تواجه. للأسف في آباء يلاقوا الشباب بيبتدوا يلخبطوا، وبعدين يحس انه عشان يمسك ابن الشاب 16 سنة يقعد يشد معاه ويتكلم معاه، يعني صداع، ف يغمض عينه وخلاص، يقول هيتصلح لوحده. لا، مفيش حد بيتصلح لوحده، انت اب وام مسؤولين، ليه تتصلح لوحده؟ ما تواجه، تعال هنا في مشكلة. وبرضه في شكوى مزمنة ان الام تتكلم في غلطة واضحة والاب سلبي، يقوم الشاب من دول يستغل سلبية الأب ويرد على الأم أو يتجاهل كلامه، فبتبقى الأم حاسة إنها موقفها ضعيف، وتقول لجوزها ما تسندني في الكلام، مش أنت مقتنع زيي إنه ده غلط؟ ما تتكلم، هيعمل لك أنت اعتبار أكبر. فلما يلاقي الأب ساكت سلبي، هو كمان بيكبر دماغه، بيحس إن الموضوع مش مشكلة. وطبعا في تطرف عكس كده، ان الاب والام يكونوا بيتكلموا في كل صغيره وكبيره يخنقوا اولادهم. لا، ده مش معناه ان احنا هنقف لاولادنا في كل غلطه صغيره. قاعده جميله قالها معلمنا بولس في رسالته لتيموساوس، قال على الامهات: ستخلص الام بولاده الاولاد ان ثبتنا في الايمان والمحبه والقداسه مع التعقل. يبدو ان كان في الفكر اليهودي مجرد ان الست جابت طفل دي علامة رضا ربنا عليه، وكأنها ستخلص لانها ولدت ولدا. فمعلمنا بولس قال لا، المفهوم ده ناقص، لان ممكن ما تجيبش عيال وتخلص، وممكن ما تتجوزش خالص وتخلص. اما اللي جابت عيال تخلص ان يبقى ايه؟ في شرط هنا، ان ثبتنا اولادها، يعني في 4 حاجات دول اللي هنختم بيهم موضوعنا: إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. كام أم ال4 كلمات دول شغلينها؟ ما أظنش. تلاقي الأم مشغولة قوي بالتفوق وبالرياضة وبالكمبيوتر وباللغة وبالسفر وباللبس، وبعدين نقول لها إيه موقف الإيمان من ولادك؟ ما تفهمش السؤال أساسا، يعني ايه الايمان؟ ما كويسين هم، حافظين بالحقيقه انهم، لا مش هو ده السؤال. هل ايمان ولادك بيزيد؟ ولا جاب بالها السؤال اساسا، ولا متابعه الموضوع خالص. طب ما دي مهم، الايمان، المحبه، القداسه، التعقل. يعني في حاجه اسمها تربيه الايمان، زي ما بنربي العلم يعني بنخليهم مستواهم العلمي يزيد،
في تربية الإيمان، بمعنى وجود الله. كلنا طالعين عندنا إيمان بوجود الله، الجيل اللي جاي إيمانه بوجود ربنا أقل بسبب الميديا ووسائل الإعلام والإلحاد المحيط بيهم في العالم والأفلام الغريبة اللي بيتفرجوا عليها والخبط والرزع فاوعى تتصور ان التلقائية اللي طلعت بيها وانت صغير ربنا دايما في دماغك لانك طالع مزروع فيك ايمان، هيكون بنفس الدرجة في ولادك؟ لا للأسف لا. يبقى انت لازم تهتم بالموضوع ده اكتر من اهتمام والديك زمان بكده، لانه الزمن ده اصعب. طب هل اهتميت انك تفكره دايما ان ربنا موجود؟ هل ربنا في كلامك كأب وأم؟ هل بتقول له طب نشوف ربنا قال ايه؟ طب نخليها على ربنا؟ بتقول كلمة ربنا كتير، فيبقى ربنا موجود بجد في حياتك ولا ربنا ده موضوع نظري؟ كأب وأم إذا كان ربنا شخص حي في البيت الطفل ده يطلع إيمانه قوي، إنما كأب وأم ربنا ده فكرة أو نظرية أو حاجة كده مثالية خيالية، خلاص يطلع في يوم من الأيام ممكن يسيب ربنا خالص. تربية الإيمان معناه نرجع لربنا، نرجع لربنا في آخر اليوم نتكلم معاه، نرجع لربنا لما نغلط، نرجع لربنا لما نحتار، نرجع لربنا لما يبقى في أزمة بنجري على ربنا. فلما يشوف والديه في أزمة بيصلوا، لما يشوف في مشكلة الحل الأول والأساسي هو الصلاة. أيوة خلاص الرجوع لربنا ده حاجة اتحفرت جواه، اسمها تربية الإيمان. وأقولها له لما تتزنق، حبيبي أنا مش جنبك على طول، قول يا رب. أول ما هتصلي هتلاقي ربنا جنبك. يعني أذكر وإحنا أطفال كنا مش عارف في رحلة، وبعدين وكنا أطفال صغيرين أوي، وبعدين الأتوبيس عطل بتاع الرحلة بتاع الكنيسة، فالأستاذ ساعتها قال يا ولاد تعالوا نقول كرياليسون 41 مرة. مجرد قلنا كرياليسون 41 مرة الموتور اشتغل. فطبعا كلنا كأطفال ارتبط في ذهننا انه ياه خلاص بدل صلينا يبقى كل حاجة تتصلح. كطفل اتزرعت دي احسن من 100 درس. بس هو كانت حكمة هذا الخادم انه بدل ما يقعد يجري ويدور فين اللي هيصلح وفين اللي هيعمل، اول حاجة قال ما تيجي نصلي يا ولاد. لما عمل كده طبعا ربنا اشتغل معاه عشان يأكد المفهوم، واتزرع في نفوسنا كأطفال مخك يروح في ربنا قبل ما يروح في أي حاجة تانية. تربية الإيمان توصل الطفل إنه يكتفي بربنا. بمعنى إيه؟ ما أولادك هيطلعوا في زمن كل الناس بتبص على بعض وبتغير من بعض. طيب أنا عاوز ابني ما يبقاش بيبص حواليه كتير، عاوز ابني يطلع يعني عنده ثقة بنفسه إنه ابن ربنا، مش فارق معاه إن اللي قاعد جنبه أغنى منه، ولا فلان راكب عربية شكلها ايه، ولا فلان حتى جاب نمرة اعلى منه، مش مهم. هو عنده ثقة بنفسه انه كفاية معاه ربنا، انا ابن ربنا. الثقة دي برضو تتزرع، كل ده تربية، كل ده يتشرب من الاب والام بالحوار بالقدوة بالتفاهم بالوقت بالصلاة. تربية المحبة، الآية بتقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. طيب هل احنا بنربي اولادنا على المحبة؟ المحبة تتربى. بمعنى ايه؟ موقف الطفل ابني من الناس ده موقف يبزق يعني بشجعه عليه يبعطله عنه. تصوروا الام دايما تحذر اولادها من الناس بشكل مبالغ فيه، ايه موقف الطفل بعد كده؟ خلاص الخوف من الناس، يبقى الناس دول اعداء، لأن ماما دايما تقول له حاسب 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 حاسب، يبقى كل الناس وحش، هيحبهم ازاي؟ غير موقف أم تانية توعي ولادها لكن بالأكثر تعلمهم يدوا ويهتموا ويسألوا. وشايفين ده في ماما، هي نفسها بتسأل وبتود الناس وبشوشة ولسانها حلو وكريمة وسخية وبتعلمهم يعملوا كده. ده موقفين عك مختلفين تماما، تربية ذهب وتربية قش. يطلع واحد خايف من الناس مخون الناس، ده لما يسمع وصية المحبة حسها غريبة.
ربنا بيتكلم في حتة بعيدة قوي عنه. ليه؟ لأنه ما ترباش على كده، اتربى على العداء، وتربى على الخوف، وتربى على الحذر الزائد. طبعا نعود ولادنا على الحكمة، بس مش لدرجة خوف الناس. تربية المحبة يدخل فيها حتة الاحترام، بعلمه يحترم اللي أكبر منه، يحترم زمايله، يحترم والديه، يحترم كل الناس. طبعا بنقول برضو شايفها فيك كأب وأم قبل ما بيسمعها كتعليم. تربية العمل الجماعي، ازاي الطفل يتعود يشتغل مع حد. بيطلع لنا شباب النهاردة وناس كبار دلوقتي، تلاتينات واربعينات وستين سنة، معرفش يشتغل مع حد أبدا. ده دي تكون اتزرعت وهو 5 سنين وهو طفل، يا يعرف يباصي الكورة، يعني يدي الكورة للي جنبه ويسقف لصاحبه لما يجيب جون، يا إما ما كانش هو يجيب الجون مش لاعب. لا، ما مشكلة، دي لازم من بدري يتبادل الهدية. وبعدين في أبهات وأمهات برضو ايه بتعبيرهم، يعني يقول لك يشتري دماغهم، يجيب ده اللعبة وده لعبة عشان يفصل ده عن ده عشان ما يتخانقوش. هو ده مش صح الحقيقة. لا، تجيب لعبة واحدة يلعبوا بيها مع بعض، ولازم يتعودوا يلعبوا شوية مع بعض، وتجيب اللعبة اللي فيها أدوار مشتركة، يعني يلعبوها مع بعض. ما في لعب فردية خالص وفي لعب جماعي. كمبيوتر مثلا في الأول كان دايما لعبة فردية، يقعد الطفل من دول قدام الكمبيوتر بال5 6 ساعات جيمز. دخلت ألعاب جديدة دلوقتي 3 4 يلعبوا نفس الجيم، هو أحسن شوي، إنما طبعا لسه في عيب إنه قاعد على الكرسي ما بيتحركش، وفي عيوب تاني. لكن فكرة العمل الجماعي، تربية العمل المشترك، دي مهمة جدا، لأن الكنيسة أساسها أعضاء في جسد واحد. ده يتربى في الطفل من صغر. تربية إنكار النفس، ازاي الطفل ينسى نفسه وهو بيخدم اللي حواليه شوية، طبعا مع حكمة ووعي، لكن اخليه مش كل حاجة عاوزها ياخدها، ومش كل طلب يطلبه يلاقيه، لا. وبعدين يفكر دايما بطريقة، طب بابا عاوز ايه، طب اخويا عاوز ايه، طب صاحبي يحب ايه، طب ماما يريحها ايه. يفكر في حد تاني بره الاول، ده اسمه انكار النفس. ده نعلمه للطفل عشان لما يسمع بعد كده ربنا يسوع وهو شاب بقى، يسمع انه اللي عاوز يمشي ورا المسيح ينكر نفسه، ما يحسهاش صعبة. لا، واخد عليها، مش صعب عليه ينكر نفسه، لانه اتربى ينسى نفسه. الطفل اللي متربي تربية مسيحية مظبوطة، طريق القداسة سهل مش صعب، لان كل اللي قاله المسيح شربه في بيته بالمعلقة، فمش طالع، مش لاقي صعوبة في حاجة. المحبة مش صعبة، والإيمان مش صعب، والصلاة مش صعبة، لأنه هو بيطلع كده شرب الحاجات دي شرب. الصعوبة مع الكبير، لأنه حاجة عكس اللي اتعود عليه للأسف. دي دخلنا على كلمة القداسة، تربية القداسة، لا تقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة. احنا بنستبعد أول كلمة دي من قاموس طموحاتنا، وتصور إنه معقول أنا أفكر ابني يبقى قديس بس يبقى فالح، هو يعني فالح في الدنيا تفرق ايه، المهم في يدخل السماء وفالح بجد يعني قديس. لان ربنا بيقول خليكم قديسين، لكن النجاح في الدنيا لوحده مش كفاية. هنا قد ايه حطيت القانون الروحي وبتابعه، ابني بيقرأ الانجيل، بيصلي بانتظام، له اب باعتراف، اول ما بقى 10 سنين مثلا يروح مدارس الاحد، بيحفظ الحان، ابتدى يحفظ مزامير، في متابعة، ولا الحاجات دي مهملة. في توبة مستمرة، يعني ايه؟ في مرحلة بقى بداية المراهقة ابتدى يعرف يعني ايه يرجع لربنا يقول له اخطيت ولا لسه. لازم الطفل اول ما يبتدي يغلط ويبقى واعي للغلط يقف يصلي ويستسمح ربنا، لان دي بداية التوبة المستمرة اللي تخليه قديس. يبقى كاره الشر، كاره النظرة الوحشة، كاره الفكرة الوحشة، كاره اي تصرف غلط. أشجعه إنه يكره الغلط عشان يمشي في سكة القداسة. آخر حاجة نختم بيها تربية التعقل، يقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. التعقل يعني الحكمة أو التمييز أو الاعتدال أو التوازن. في الزمن ده في تطرف كتير أوي، تلاقوا يا طفل مدلع أوي، يا طفل عنيد أوي، عنيف أوي، شقي قوي قوي، دي كتيرة، تطرف ده كتير قوي. نادرا ما تلاقي واحد ما عندوش قوي،
يعني معتدل. بس دي الحقيقة كل ده شغل تربية، ازاي تطلع ابنك لا يمين قوي ولا شمال قوي ولا فوق قوي ولا تحت قوي، معتدل معتدل في كل حاجة. دي عاوزة تربية، عاوزة تركيز في التربية، انه للوقت في وقت المذاكرة، في وقت للضحك، في وقت للعب، في وقت للصلاة، في التزام تجاه اهله، في التزام تجاه اصحابه، في التزام تجاه نفسه، في دور في البيت، يوضب اوضته، يعمل مش كل حاجة، وهكذا. كل ده اعتدال. مع التعاقل ازاي يحط حدود، ازاي يتعلم يقول لصاحبه لا لما صاحبه يعرض عليه غلط. دي حتة خطيرة، دي ده التعقل. اعقل اعقل، يعني لما يلاقي مشاعره مثلا وهو خمسة ابتدائي، من خمسة ابتدائي الحاجات دي ابتدت تروح لواحدة صاحبته زميلته في الكنيسة ولا في المدرسة، اعقل يا ولد اعقل، يعني كلام كلام فاضي، ده كلام صغير، مفيش حاجة اسمها كده، ده مش حب، ده بتاع التلفزيون الكلام ده، انما القلب ده بتاع ربنا بلاش منه. فانت بتقول له اعقل، هو ده التعقل، بتعقله، بتقول له لا لا تمشيش ورا المشاعر دي. طبعا ده بيجي بالحوار، لانه مع المفاهيم اللي بيسمعها في في الكنيسة وفي البيت وكمان في المدرسة، كل ده بيكون شخصيته. من الحاجات اللي احنا مقصرين فيها، واتمنى كلنا نشجعها، نساعد ونشجع ولادنا يحبوا القراية. القراية ليها دور مهم في تكوين شخصية ولادنا، القراية أساسية قوي. مهما كان الكمبيوتر له دور أكبر، الحقيقة الكتاب لا غنى عنه. طيب أجيب له الكتاب المناسب، أشجعه يقرأ، وبعد كده لما يحب القراية ده ممكن يفرق معاه طول العمر. ربنا يدينا نعمة أن احنا نبني بطريقة الذهب، لأن التعبير اللي قاله بولس يخوف، فلينظر كل واحد كيف يبني. في واحد بيبني ذهب، واحد بيبني خشب، واحد بيبني قش، وستمتحن النار عمل كل واحد، إن بقى عمل أحد فسيكسب، ولكن إن احترق عمل أحد فسيخسر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. في شوية أسئلة. سؤال بيقول: بنتي 14 سنة تعاني من اكتئاب بسبب المذاكرة. الحقيقة كل الناس عندها اكتئاب من المذاكرة، رغم من ذكائها وقدرتها السريعة على الحفظ وقوة ذاكرتها، أنها لا تحقق الدرجة النهائية التي ترجوها، فتجلس تبكي وتحزن كثيرا ساعات عديدة، ولا تنام سوى 5 أو 6 ساعات، مرهقة دائما، ويؤثر ذلك على تركيزها، ودائما حالتها النفسية وحشة وعصبية، ومش بتخرج ولا تتفسح، ومتفرجش على التلفزيون. وعندها الحالة دي من 3 سنوات. أنا طبعا الحالة دي يفضل يعني استشارة حد من الأخصائيين النفسيين، إنما أنا شايف إن عندها حاجة بنسميها ساعات الشخصية الباحثة عن الكمال، أو المحسوكة المدققة اللي ما بتقبلش غير 10 من 10. وغالبا الأهل ساعدوا في تكوين الشخصية دي، يعني ممكن من الصغر يكونوا بيطلبوا الكمال بزيادة، فربوها على القلق منها، لو جابت 9 من 10 تبقى وحش. فمش بعيد يكونوا الكبار هم اللي زرعوا القلق ده. طبعا ده قلق شديد ينتج عنه بقى عصبية وقلة نوم، ومن رعبها انها تأثر مش عاوزة تخرج ولا تتفرج ولا تعمل، وعلى طول كئيبة، وفي الآخر بتقول، قالت في مرة انها عاوزة تنتحر. ده تحصيل حاصل نتيجة للقلق الزيادة. طبعا الشخصية اللي زي كده، اولا بطمنكم انه في سن 14 سنة في احتمال كبير تتغير وتهدى كتير، بس عاوزة بقى وعي من الكبار. اولا عاوزة بيت هادي، عائل بيعرفوا يضحكوا ويعرفوا يتفسحوا ويعرفوا يصلوا مع بعض، يعرفوا يحكوا، ما تبقاش الحكاية كلها كده ايه ناشفة قوي، لان الجدية الزيادة قوي دي هتخليها تكمل في الخط اللي كله قلق ده. الحاجة التانية طبعا دي محتاجة حب وأمان مستمر، محتاجة تشجيع بلا حدود، لأن عندها صغر نفس مش واثقة في نفسها بالرغم إنها متفوقة. فلازم نشجعها كتير قوي ونتناقش معاها بالعقل، وافرض جبنا 8 من 10 هيحصل يعني؟ هو يعني مفيش غير المذاكرة في الدنيا دي؟ ليه ما يبقاش في حاجات تانية كمان؟ وابتدي احط لها مجالات اخرى تنبخ فيها او
تتفوق فيه، فتبقاش راس مالها كله حتة المذاكرة. أشجعها على شكلها، أشجعها على حفظها مزمور، أشجعها على الصلاة، ممكن أشجعها في حاجات كتير. السن ده محتاج كمان أب اعتراف. 14 سنة لو ما كانش فيه أب اعتراف فرصة، لأن ساعات أب الاعتراف يعمل التوازن اللي البيت ما عرفش يعمله. ترتاح مع أبوها الروحي وتبقى إيه مطمنة إن باباها أبوها بيصلي لها وبيشجعها، فده يمكن يعدل شوية في نفسيتها. يعني هي قضية فكرة اللي بيسموه التشالنج، اللي هي التحديات الزيادة قوي دي لازم تخف. ما حطهاش طول الوقت في عملية تحدي، لا أقول لها الحكاية ما تستاهلش، هاتي أي حاجة مش هتفرق معانا، كله حلو. سؤال تاني بيقول: ابني في الجامعة، تانية جامعة، وعرفت إنه بيشرب سجاير، وقلت لأب اعترافه وقال لي ما تخافيش وما قلتش لبابا، أرجوك ماذا أفعل؟ هو الأهم يجوز أبونا قال ما تخافيش بمعنى إيه؟ ما تركزيش دلوقتي على السيجارة قد ما تركزي على خليه يرتبط بربنا. لأنه لما أقعد أقول للشاب بطل 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 ده ما بيجيبش نتيجة، إنما لما أقول له قرب من ربنا، الوعظ على الجو الروحي، على الصلاة، على القداس، يخليه مش قادر يغلط، مش مستحل لنفسه السيجار. إنما مجرد إن أنا مستكتر السيجار عليه من غير ما يقرب من ربنا، الحقيقة مش هتعمل حاجة، الكلام ده ما يجيبش نتيجة. الإنجيل بيقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، يعني حتى لو دي شهوة لما يسلك بالروح يقدر يقف لها ويقاومها، لو لم يسلك بالروح مش هيعرف يمنع نفسه. طبعا عاوز نوع برضو من التفاهم، يعني دي حاجة لا تليق، ده مش منظر مناسب لأولاد ربنا، أنت إنسان هتتناول إزاي تتناول وتعمل كده، طب ليه ما تخدمش في الكنيسة، ما يصحش كخادم يعمل كده. ابتدي يعني احط له ابعاد كتيرة يفكر فيها فيكره السيجارة ويكره اللخبطة دي. طبعا هنا الاصدقاء اكيد لهم دور، فبرضو الوقاية، لو من بدري من كذا سنة كنت مراقب اصحابه ومطمن ان الاصدقاء هم اللي يعني بيشجعوه على الصح مش على الغلط، يمكن ده كان يحميه شوية. عندي بنت في ثانوي سنة تانية بتذاكر كويس من أول السنة، لكن جالها فتور من كثرة الدروس، أعمل إيه؟ هل أتعامل معاها بشدة ولا ماذا؟ أنا محتارة جدا. بصوا يا جماعة، نظام التعليم في مصر الحقيقة نظام أغلبه مش مريح نفسيا. ليه؟ بيبقى فيه نوع من القلق المستمر طول السنة، وأحيانا مبالغة في المذاكرة، فيجي الشاب على آخر السنة طاقته تكون خلصت أو نفسيته تكون مش مستحمل، يكون فعلا تعب يا إما نفسيا يا إما عصبيا أو ذهنيا، ويقول لك زهقت مش قادر. يا حبيبي ده احنا في آخر السنة، المفروض كنت بتذاكر قد كده تزود، مش قادر. فالمفروض إن أنا أوزع طاقته باعتدال من أول السنة، ويبقى في يوم أجازة أو نص يوم أجازة يلعب يخرج، ولو وصل لفتور شديد زي كده مفيش مانع ياخد يوم او اتنين اجازة، ساعات ده يعمل له نوع من تجديد الطاقة. وممكن يكون كل القصة قلق، فانا اطمنه اقول له ربنا معاك انت مذاكر كويس. يعني في واحد يجي على اخر السنة يحس مش فاكر ولا حاجة، هو الحقيقة فاكر وعنده رصيد كويس، بس هو من الخوف والقلق حاسس ان اتمسح كل حاجة من دماغه. ده كل ده عاوز نوع من التشجيع المستمر، وأكد له يعني أكد له أنت كويس، أنت فاكر، نام كويس وتفسح وفكر في حاجات تانية. طبعا لما بيكون بيصلي وقريب لربنا دي بتدي له ثقة كمان. عندي إيمان ضعيف لكن قدام ولادي قوية في الإيمان، لا يتهيألك ولادك هيقفشوك، لأنه الإيمان ما بيستخباش. إذا كنت تقصدي التدين يمكن، لكن الإيمان لا، الإيمان يتقفش. أصل الإيمان يبان في مواقف تانية يا جماعة، يعني القلق يكشف الإيمان، يعني اللي بيقل الأم اللي تقلق زيادة معناها الإيمان لسه شوي. فأنت بتقولي أنا قدام ولادي إيماني تمام، لا يعني مش هيبقوا فاهمينك برضو. إنما في كل الأحوال حتى لو الواحد اعترف قدام ولاده بالذات إعدادي وثانوي، أنا مكسوف إنه إيماني مش كما يجب، لأن كان المفروض أبقى متأكد إن كل حاجة كويسة حتى الظروف الصعبة دي. مناقشة أولادنا في أمور إيمانية
يبنيهم جدا، حتى لو اعترفنا بضعفنا الروحي مفيش حاجه. وماله لما نعترف قدام ولادنا ان احنا يا ولاد مش مفروض نتضايق ولا ننزعج، كل حاجه في ايد ربنا، كله خير، ربنا قال لنا كده. انما حتى لو لقيتوني متضايق انا ده ضعف ايمان، انا هتحدى بالصلاه، فانا بعترف ان انا ضعيف الايمان وبقول لهم يعني صلوا معايا. الحاجات دي تخلي الاولاد فاهمين الايمان صح. ابني 5 سنين اول ما يصحى عاوز يتفرج على قناة اطفال، بقول له صلي الاول، وهو بيشوفني بصلي بس مش بيرضى، وبيصحى يوم الجمعة بالعافية. بص اقول لكم حاجة، معلش 5 سنين لا، لازم يبقى في نوع من التأديب. التأديب بمعنى ايه؟ لا مفيش تلفزيون قبل ما تصلي في السن ده ممكن، يعني ايه 15 سنة ما اقدرش اقول كده، لكن 5 سنين اقدر اقول كده. 5 سنين فكرة التأديب هي اللي بتحط جواه البرنامج، بعوده انه مفيش حاجة قبل الصلاة، اول ما تصحى تصلي، لا اكل ولا شرب ولا تلفزيون، صلاة الاول، ومتفق معاه يصلي ايه يبقى هنا، ومفيش خلاص ما تصليش بس مفيش تلفزيون. انا لازم يمشي الكلام، ما ينفعش طفل 5 سنين يمشي كلامه على الوالدين، دي مصيبة. لا في تأديب، في ردع، بس ايه ردع مش بالقسوة. آية جميلة في سفر الأمثال تقول ايه؟ من يمنع عصاه يمقت ابنه، من يمنع عصاه يمقت ابنه، يعني لازم تأدبه، فبالذات في السن ده ممكن أعوده انه لا مفيش حاجة اسمها كده، ده نظام. في الأول هيتمرد لكن بعد شوية هيتعود فمش هيتعب، وبعد شوية هيقتنع باللي بيعمله، وضميره على فكرة بيتبرمج. يعني ايه؟ تصوروا معايا طفل بقاله سنين أول ما يصحى بيصلي، لو في يوم صحي ما صلاش بيبقى قلقان جدا، خلاص بقى البروجرام جواه، جواه برنامج خلاص، فلو في أسبوع ما تناولش بيبقى قلقان لأنه بقاله سنين متعود على كده. فأنا بحط جواه العادات السليمة وهي بتحفظه بعد كده. يعني تعليق بيقول في بيوت بيبقى فيها تدخين وبعدين نطلب من ولادنا عدم التدخين، طبعا واضح انه اذا كان في عيب واضح في البيت، في خطأ واضح، هنا التربية ضعيفة جدا، لان ما اقدرش يكون بيت الكبار بيشتموا وبعدين اقول للشاب او الطفل ما تشتمش، مش ممكن، ملهاش اي طعم ولا معنى. تدخين كتير وبعدين يتقال للشباب ما تشربش سجاير، ملهاش معنى. بناتي بيحبوا الخدمة ده خارج المنزل لكن داخل البيت ينتظرون من يخدمهم، ازاي اغير منهم بدون ما يحسوا ان الموضوع فيه ضغط وامر، وما يحسوا شوية ايه المشكلة؟ انتوا بتخافوا من الولاد ليه؟ لا بصراحة ده مبدأ غلط، حتى لو اتقال لهم هو انتوا بتخدموا بس منظر؟ يعني ايه خادمة؟ خادمة يعني بتخدم اللي حواليه، طب احنا حواليك في البيت وما بتخدمناش، احنا اللي بنخدمك، يبقى في حاجة غلط. هي الخدمة تمثيلية يتقال كده، ما فيهاش حاجة من المواجهة، لان الكلام ده ساعات يتعب الضمير شوية بس ايه يفوق، لان فعلا احنا للأسف عندنا فئة اسمها خدام بس مش خدومين، وعندنا ناس خدومة بس مش خادمة. الحقيقة الخدوم افضل، لان الخدوم طالع منه بتلقائية، طالع من قلبه، انما الخادم ده خد بس كده منظر وخلاص. فاللي ما يحسش باللي حواليه، طب يبقى اللي بيعمله بره ده في حاجة غلط. فاحنا نتمنى كل ولادنا يبقى خدومين، مش لازم خدام محترفين يعني، فيتواجهوا، مفيش حاجة اسمها كده، يتواجهوا انه ده وضع مش طبيعي وما يصحش ابدا. احنا دايما نقول اجمل شهادة لأي خادم هي شهادة بيته عنه، اجمل شهادة عن الخادم شهادة اسرته عنه. انما لما نسمع الشكاوى من البيوت ده معناه ان الخادم ده لسه ما فهمش الخدمة صح، ده مجرد نشاط بيعمله يطلع فيه طاقته، لكن اقرب الناس تعبانين منه، يبقى في خلل في الموضوع، في حاجة مش طبيعي. انما الخادم اللي هو شبه المسيح اكتر ناس يتمتعوا بيه اللي حواليه، اقرب الناس، لان خادم معناه شبه المسيح، شبه المسيح يبقى شخصية مريحة وخدومة. ازاي ممكن اساعد ابني الشاب اللي حاسس انه راجل وهو لسه طالب، مع انه بيسهر مع اصحابه بالليل وبيقعد قدام النت ساعات،
ويتحجج بالمذاكرة عشان ما يصليش. احنا اتفقنا مع الشباب الحوار مهم قوي والقدوة، واحيانا برضو شيء من التأديب، بس الافضل نبدأ بالقدوة والحوار، لان كل ما كبر طبعا التأديب بقى يعني مش سهل ان الواحد يتكلم مع شاب كبير، يعني بنوع من العقاب مش سهل. لكن الافضل ان انا اكون كونت صداقة فيفرق مع كلامي، يعني مجرد عتاب مرة واحدة يتهز من جوه بابا زعلان. لو انا مكون صداقة وحب قوية تبقى الكلمة لوحدها مؤثرة. وبعدين ليا رأي هنا يا جماعة، خلوا زعلكم بحساب، بمعنى لما تكون بطبعك لسانك حلو بشوش مع اولادك وقعدتك جميلة وحريصين على العلاقة دي، يوم ما تزعل فين وفين، لما تزعل مش كل يوم، تفرق معاهم قوي. انما تصوروا واحدة، هي اصل الامهات بتغلط دي، كل يوم بتزعق وكل يوم زعلانة، طب خلاص خليها زعلانة، هنعمل لها ايه؟ ما هو مفيش فايدة. فلما تزعل كل شهر مرة ماشي، يعني تبقى برضو الموضوع يعتبر يعني يؤخذ في الاعتبار. انما بما انها زعلانة على طول ومفيش حاجة بترضيها، يبقى يعني هنتعب روحنا ليه؟ فاحنا مشكلتنا احيانا احنا دايما واخدين موقف ان احنا مش راضيين عنه، فهما بقى بيبيعوا القضية، يعني خلاص نعمل اللي احنا عاوزينه كده كده مش هنرضيهم. بينما ولادنا جواهم رغبة في ارضائنا، جواهم الرغبة دي، بس لما يلاقوك بتشجع وفي مرة تزعل، لا زعلتك تفرق معاهم كتير، يعملوا لها 100 حساب. شوفوا ربنا يسوع له المجد، نظرة واحدة لبطرس يعني خليته يبكي بكاء مر حتى من غير كلام، يعني نظرة عتاب واحدة وقت المحكمة حكمة المسيح فرقت معاه جدا. فلما يكون في دالة وفي صداقة وفي حب جامد، يبقى العتاب حتى بالعين يفرق. ابني سنة أخيرة من الجامعة ومتربي جوه الكنيسة، لكن للأسف دخل على مواقع إباحية وبيغير شاشة الكمبيوتر أول ما قرب منه، وأنكر إنه بيتفرج على حاجات وحشة، وبعد عن الكنيسة والقداسات، وبيهرب من أب اعتراف. دي حرب صعبة على الشباب فعلا، حروب الإباحية اللي على المواقع بتاعة الإنترنت حرب صعبة، وشباب كتير بيقع فيها للأسف حتى لو كان متدين في وقت. طبعا هنا الوقاية مهمة، لازم نحذر ولادنا، انتوا كآباء وأمهات حذروا، واحنا في الكنيسة طول النهار نحذر من الأول، لأنه لما ما يدخلش على الحاجات دي من الأول أحسن، لكن لو اتزحلق فيها بيبقى أصعب شوية إنه يبطل، زي أي نوع من أنواع الإدمان. الحاجة التانية الإقناع، أقنعه إن ده بيلوث أفكاره وبيحطم نفسيته وبيخليه عايش في قلق مستمر، وخليه مش عارف يتعامل مع حد، وبيهدر بيضيع طاقته كلها لأنها بتاخد في وشها ساعات، وبتخليه إنسان مش طبيعي مش مظبوط. فليه بيحطم نفسه كده؟ أوجد له مجالات بديلة. ما هو كمان لما الطفل أو الشاب يكون محبوس في البيت بالعشرة 12 ساعة ما عندوش حاجة يعملها، ما هو بقى سهل يقع. إنما عنده مجالات وأنشطة كتيرة قوي، طبعا يبقى فرصته يقع قليلة. أشجعه على أب الاعتراف، لكن مهم كمان إن أنا يعني محسسوش بالجرم زيادة. الشباب أغلبهم بيبقى ضميرهم تعبهم قوي مع الخطية دي، فمحتاجين تشجيع وطبطبة، لأن كده كده ضميره تعبه. فهنا محتاجين الرجاء، يا حبيبي تقدر تطلع منها، ما حصلش حاجة، ربنا يقدر يسامحك ويساعدك ما تغلطش تاني، خلاص نقلب الصفحة وما نفتحش تاني. وفي شباب توصل معاه انه ما يفتحش الكمبيوتر شهر عشان ينتقم من الخطية دي، لغاية ما ايه الموضوع ده يهدى جواه خالص. عاوزة جهاد وعاوزة تشجيع مننا. دايما بتخانق مع ابني في ثانية ثانوي، مش متفاهمين ابدا، ومعندوش ثقة بنفسه. ازاي اقوي ثقته بنفسه؟ هتقوي الثقة بنفسه ازاي وانت بتتخانقي معاه؟ ده انت بتزودي عدم الثقة بنفسه. لا، ارجوكم اعرفوا انه الشد الزيادة مع الكبار فعلا بينعكس على الاولاد برضو بخلل نفسي. فالافضل ان احنا نبطل موضوع الخناق الكتير ده. الحاجة التانية ان انا امدحه على حاجات حقيقية فيه
اكبرها قدامه، لانه ما بيبقاش شايف غير القصور اللي عنده. لا انا بفهمه ان في حاجات كويسه انت مش شايفها، بس فلما بتكلم معاه في الحاجات دي بيبتدي يثق في نفسه شويه. الحاجه التانيه طبعا الجو الروحي بيفرق، بيزود الثقه بالنفس وبيزود السلام. الرياضه كمان مناسبه جدا للسن ده، اعدادي وثانوي كل ما يلعبوا رياضه ياخدوا ثقه بنفسهم، وطالما الجو نظيف يبقى حاجه كويسه. بحب ابني جدا لكن صوته عالي وعصبي ومفيش سماع كلام. ما هو بتحب ابنك دي حاجة كويسة، لكن مفيش سماع كلمة دي حاجة مش كويسة، ومفيش احترام كمان. أظن إن الولد ده اتدلع شوي، لأن ما بيسمعش كلام أهله خالص ما بيحترمهمش، دي علامة إنه غالبا عدى عليه مرحلة دلع شديد دي الأكتر، وفي بعض الحالات بتبقى قسوة شديدة فبتجيب رد فعل عكسي بعد شوية. أنا طبعا مش بقول، يعني أنا بس بحاول أحلل الماضي كان شكله إيه عشان نحذر الباقيين، إن الدلع الزيادة بيقلب غم بعد كده، بيبقى الطفل ما بيحترمش الكبار وما بيسمع لهمش. ف يعني الأفضل إن الواحد يتكلم بالعقل ويستعين هنا بقى باعتراف أو بخادم شباب، لكن ممكن مفيش حاجة ملهاش حل يا جماعة. بس من خطوات التربية المهمة إن احنا نصلي ربنا يدينا حكمة، لأن مفيش حاجة حالة زي التانية أبدا. طلب الحكمة مفيد أوي في التربية، يعني يا ريت كل أب وأم بيربوا أولادهم يقولوا يا رب ادينا حكمة، لأنه ما تفتكروش إن الموضوع سهل ولا حاجة. في مواقف بيبقى الواحد محتار فعلا، يعني يقول إيه، يتكلم ولا يسكت، يعديها ولا يقف عندها، يشد شدة جامدة ولا شدة بسيطة. كل ده ساعات يكون محير لينا، مهما يعني الواحد قرأ ولا درس ولا شاف، برضه الموضوع ساعات يبقى بيحير. وفكركم بالقاعدة اللي قالها الكتاب، تأديب الرب وإنذاره، ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. دايما مخك يروح ربنا بيعمل معايا ايه، دي تساعدك تفكر صح. ربنا ساعات يفوت، افوت شوي، ربنا ساعات يشد، شد شوي، ربنا يقول لي الغلط فين، اقول لي الغلط فين. ربنا ما بينفعلش الانفعالات العصبية، ما تعصبش. فانا بشوف ربنا بيأدبني ازاي وأدب ولادي كده. ربنا يدينا نعمة ان احنا نفرح بأولادنا ونشوفهم دايما بكرة احسن مننا. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.